السلام عليكم. عندنا اليوم الطريقة الثانية لحل معادلة فريدهوم التفاضلية التكاملية، اللي هي الأدوميان ديكومبوزيشن ميثود. أخذنا هذه الطريقة لحل معادلة فريدهوم العادية ومعادلة فولتر العادية. اليوم نتعلم شلون نحل نستخدمها لحل معادلة التفاضلية التكاملية. هنا الفرق، إذا تذكرون بالطريقة السابقة شلون نحل طريقة التفاضلية التكاملية باستخدام الـ Direct Computational Method، قلنا نحسب N من التكاملات قبل لا نعوضها بالألفا. هنا الاختلاف هو نحسب N من التكاملات بالبداية، وبعدين شو نسوي؟ نستخدم الطريقة العادية اللي هي الأدوميان ديكومبوزيشن ميثود. يعني اللي مضبط الأدوميان ديكومبوزيشن ميثود قبل لا يبدي يحل المعادلة التفاضلية التكاملية يكاملها N من المرات، وبعدين يستخدم الطريقة. فكلش سهلة بهذه الحالة. طبعا نقدر نستخدم الأدوميان أو المطورة، أو نستخدم النويزي تيرم اللي أخذناها بالفصول السابقة. نجي للمثال الأول. أدي أنا هنا U prime of X يساوي كوساين X زائد ربع X ناقصا ربع تكامل من صفر باي على 2 X U of T dt، طبعا T U of T dt. لما نجي نكامل نكامل من صفر للإكس، فهنا تكامل اليو برايم اوف التي دي تي من الصفر للإكس يصير اليو اوف الإكس ناقصا يو اوف الصفر. اليو اوف الصفر مطيني على صفر، فيبقى فقط اليو اوف الإكس. تكامل الكوساين هو ساين، تكامل ربع الإكس يصير إكس تربيع على 2، فبيصير 1 على 8 إكس تربيع، وهذه التكامل إكس يطلع برا، والباقي يعتبر ثابت بالنسبة إلى T ما يعتمد على الإكس، ننزله هنا، وتكامل ربع الإكس هو 1 على 8 إكس تربيع. وإذا منبسط الدالة هذه 50، يصير اليو أوف الإكس يساوي ساين إكس زائد 1 على 8 إكس تربيع ناقص 1 على 8 إيه هذه الدالة. هسه نقدر نستخدم الدالة، صارت معادلة فريدهولم التكاملية اللي أخذناها بالفصل الثاني. يعني هنا نجي نفرض الـ U of X يساوي summation N يساوي من صفر للما لا نهاية UN of X. نعوضها وين؟ نعوضها هنا ونعوضها هنا، يعني داخل وخارج التكامل. وبعدين شو نسوي؟ نسوي نفتحها هذه اللي موجودة على الطرف الأيسر، سير U of صفر للـ X U1 of X إلى آخره، وهذه يساوي sin X زائد 1 على 8 اكس تربيع زائد البقيه. احنا عندنا بالمحاضرات ايش قلنا؟ قلنا الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر، والطرف يعني الحد الاول يساوي الحد الثاني الى اخره. من خلال المقارنه راح تشوفون اليونت اوف الاكس يساوي ساين الاكس زائد 1 على 8 اكس تربيع اللي هي هذه، وبعدين اليو 1 اوف الاكس شو يساوي؟ يساوي ناقص 1 على 8 اكس تربيع تكامل تي يو اوف النوت يو نوت اوف تي دي تي. طبعا اليو نوت من يجيب؟ انا عندي اليو نوت اوف الاكس هو ساين اكس زائد 1 على 8 اكس تربيع، فنجيبها نسويها بدلاله تي، نعوضها ونحسب التكامل مثل ما تشوفون هنا. يصير عندي اول مره يو دي في والثاني تكامل عادي، راح يطلع الناتج. احنا حسبناه بالمحاضرة، حسبنا اليو دي في وطلع عندي الناتج 1 وطلع التكامل العادي. فهنا راح يصير عندي اليو 1 هو ناقص 1 على 8 اكس تربيع ناقص باي على باي اس 4 على 16 تكعيب اكس تربيع. طبعا هنا لو تشوفون هاي جبتي اشارة سالبة وهاي اشارة موجبة، هاي راح تروح مع هذه، وهكذا نحسب اليوتو هذه تروح هذه معاد، فيبقى عندي فقط الساين الاكس.
x اللي هو اليو نوت، فيصير اليو اوف x هو ساين x. هذه هي الفكرة من الدايركت سوري الادوميان ديكومبوزيشن ميثود، الفكرة مالتها نكامل قبل لا نستخدم الطريقة السابقة. المثال الثاني نفس الشيء، لو تشوفون كاملنا صار عندي اليو اوف الاكس ناقصا صفر يعني الشرط الابتدائي، ونكامل الواحد على ستة يصير واحد على ستة اكس، لو تكامل هذه يصير واحد على ستة وثلاثين اكس تربيع، وهي نطلعها برا يصير تكامل مالت اكس تربيع على اثنين وهكذا. وبعدين شو نسوي؟ نعوض السميشن الفرضية برا التكامل وخارج التكامل، ومن خلال الموازنة بين الطرفين راح نوجد هذه الحدود، ومثل ما تشوفون نقدر هنا نستخدم التسلسلات الهندسية ويطلع عندي الاي مالتها واحد والار واحد على ثمانية، فيصير عندي الاس ان هو ثمانية على سبعة، لما نعوضه راح يطلع عندي اليو اوف الاكس هو واحد على ستة اكس. هذه هي فكرة سريعة على طريقة الادوميان ديكومبوزيشن ميثود لحل معادلة التفاضلية التكاملية الفريتولم.